أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامكم وحقق أمانيكم وقضى حوائجكم. اليوم ثالث أو رابع يوم من أيام التشريق، والحجاج الآن يحسمون حقائبهم وامتعادهم استعدادا للعودة، وقد غفرت إن شاء الله ذنوبهم، يعودون سالمين غانمين برضا الله ورضا النفس. البعض طبعا يفرح بالجائزة والعودة للأهل والوطن، والبعض تبقى نفوسهم حزينة لفراق مكة والمدينة، تبحث عن الرضا والسكينة في تلك الديار. العيد أيها الأخوة نسمات إيمانية. نوروا بيوتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. يا أخوان وأخوات استريحوا فضلكم، ما نقدر نبتدي إذا ما يصير هدوء. أيها الأخوة، العيد نسمات إيمانية غير مرئية، ولكنها تدخل الأحاسيس فتغمرها بفرح لذيذ، وهذه النسمات تسري عن النفس الحزينة وتمسح الكآبات من على الجباه وتشرح الصدور. والحج أو هذا العيد هو صورة من صور الوحدة الإسلامية الكبرى، إذ يفترض أن يكون العيد واحدا مشتركا، فيخرج الناس إلى المهرجان لله العظيم، أعني به صلاة العيد، ونقرأ عدة مرات في القنوت رافعين الأيدي إلى المولى العلي القدير: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة. يسألونه بحق هذا اليوم، إنه يوم عظيم جدا، إنه أحد العيدين العظيمين للمسلمين. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة، ومزيدا تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت هناك بعض الكلمات عن العيد، ولكن قيل لي أو طلب مني الاختصار لأسباب غير مرئية، لكن فقط أتحدث عن تعدد الأعياد أو توحيد العيد. أيها الأخوة والأخوات، يظل توحيد العيد حلما وحسرة في نفوس الوحدويين والتقريبيين، ونحن منهم، فنحن يؤلمنا أي اختلاف في أي مجال، فضلا عن اختلاف في توحيد وتحديد هذا اليوم المقدس الشريف. وهذا طبعا من صلب مهمات المراجع العظام ومن جليل مسؤولياتهم. وقد وصلنا الان في الحديث عن العيد للمراجع والمرجعيه، وموضوع هذه الندوه الرقابه العامه للمرجعيه الدينيه في العراق الحديث. اتشرف بان ادعو الدكتور عباس الامامي ضيف هذه الندوه الى المنصه بالصلاه على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أنا قبل أن أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، في حديث الموضوع، أحب أن أغرد تغريدة بدقيقة أو دقيقة ونصف، وأقدم جزيل شكري وكامل امتناني لمؤسسة الأبرار، وعلى رأس القائمين عليها أخينا الجليل الدكتور المهندس سعيد الشهاني، لما يبذله من جهد في استمرار هذا الصرح. وأنتم رواد هذه المؤسسة، وعلينا جميعا الشكر لله لإقامة مثل هذه الصروح
ولوجود هذه الصروح التي تهتم بثقافتنا، والاهتمام بثقافتنا بناء لوجودنا وإثبات لحضورنا وبناء لمستقبلنا. أكرر الشكر للمؤسسة وللحضور الكرام. هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم هو حصيلة بحث للدكتوراه التي سبقتها بحث آخر بعنوان الدور السياسي للمرجعية الدينية في العراق الحديث، وقد كان بحثا جزئيا بالمعنى المنطقي، وأصول البحوث الأكاديمية هي أن تبدأ من الجزء ثم ترتقي إلى الكل وإلى العموم وإلى الحالة المطلقة، وكان الأمر كذلك. فبعدما بحثنا الدور السياسي للمرجعية الدينية وطبعت منها 1000 نسخة ككتاب، نفذت النسخ خلال فترة قياسية مدة 7 أشهر، والآن أنا شخصيا لا أملك نسخة واحدة، والحمد لله، وكان بدعائكم ودعاء المؤمنين وتفقدهم. وهذا الموضوع لا أحسبها لي كفخر، بل أحسبها أن الساحة بدأت تبحث عن أصولها. المسلمون، المؤمنون، أتباع أهل البيت بالذات، ومراكز الدراسات الاستراتيجية والعلمية والأكاديمية، لأن النسخ التي بيعت من خلال موقع الأمازون أنا أعرفها، وهي تقريبا اشتريت من قبل مراكز دراسات مختلفة من مختلف دول العالم. إن دل هذا الأمر على شيء، إنما يدل على نضوجكم ونضوج أتباع أهل البيت عليهم السلام، الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى الإسلام الأصيل، إلى الإسلام المعتدل، الإسلام الذي يؤمن بالرأي الآخر ويحترم الرأي الآخر ويحترم الحيوان وحقوقه، بغض النظر عن احترام الإنسان مهما كان اعتقاده ومهما كان التزامه وأيا كانت قوميته. هذا الإسلام الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وفسره بعده أوصياؤه وخلفاؤه الراشدون عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذا الإسلام هو المطلوب، وعليه أن الكتب التي والبحوث التي تكتب في هذا الإطار تجد لها صدى وتجد لها استقبال. وفي هذا البحث بدأنا بفصل تمهيدي، لأن كل موضوع أي واحد منا وأي باحث وأي أكاديمي أو أي محاضر أو خطيب عندما يريد أن يتحدث عن موضوع من المواضيع أو مفهوم من المفاهيم، فعليه أن يعرف الموضوع تعريفا منطقيا، وهناك تعريف عدة، تعريف ناقص وتعريف رسمي وتعريف وصفي وتعريف كامل اللي يسموه المناطق الجامع المانع، حتى يفهم المستمع ويفهم المتلقي ما هو، ما هي المادة التي أنت تبحث عنها. وبعدما تعرف المادة تبدأ تبحث في توابع المادة ومشاكلها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، والطروحات التي أنت في ذهنك تنقلح في ذهنك تطرحها. فعلى هذا الأساس بحثت هذا البحث، واتبعت فيه مناهج علمية من المنهج التاريخي والتوصيفي والاستدلالي ومنهج الاجتماعي، اتبعت بها منهج قانوني حتى تتكامل الصورة للمتتبع وللقارئ عندما يأخذ الكتاب بيده ويقرأه ويريد أن يعرف ما هي
دور المرجعية الدينية في موضوع الرقابة في مجالات الحياة المختلفة. فعليه كان الفصل التمهيدي بعنوان موقع المرجعية الدينية في حياة الأمة وطريقة اختيار المرجع. وهذا الفصل قدمناه بمباحث منها المسارات العلمية للمرجعية الدينية الذي يبحث في المسار العلمي المتبع في الحوزات العلمية، حيث قد يعرف بعضكم أو غير مطلع لخفايا هذه القضية، هناك من يدرس في الحوزة العلمية ويقضي عمره كاملا في بطون الكتب لا يعرفه أحدا ولا يعرفه أحد، وقد تجده من النوابخ ولكن لا أثر له في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي حياة الناس عامة. وقد تجد شخصا آخر لبس عمامة وإذا ولا يعلم شيئا، وقد لا يمكنه أن يشرح منهاج الصالحين الكتاب الأول الذي يجب ينبغي على طالب العلم في الحوزات العلمية أن يدرسه حتى يتعلم أحكامه الشرعية الشخصية، بعنوان أنه طالب علم يكون أداؤه العبادي بصورة صحيحة. لا يمكنه أن يشرح هذا الكتاب وإذا به شأن في المجتمع، قائد من قادة المجتمع، ويسمى المرجع الديني، المرشد الديني، القائد السياسي، المرجع الشيعي، وإذا به خاوية لا علم له، إنما له شأن اجتماعي. هل المسار العلمي في المرجعية العلمية في الحوزات العلمية ذاك أم هذا؟ تطرقنا لهذا البحث بالتفصيل الممل وأتينا بآراء عظمائنا وقادتنا ومراجعنا كالشهيد العظيم السيد محمد باقر الصدر والسيد المرحوم محمد حسين فضل الله أعلى الله مقامه وآخرين الذين تطرقوا في هذا الموضوع وبحثوه وأعطوا آراء. والشهيد الصدر يقول، أتذكر هذه الرواية، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، هو لا يأتي بهذه الرواية الآن انطرحت إلى ذهني أن الأمر لا التفريط الكامل في المسار العلمي من دون فائدة للمجتمع وللإسلام ولا القيادة الخاوية والخالية عن العلم. على الإنسان أن يتعلم ليعمل، علم بلا عمل لا فائدة وعمل بلا علم لا ثمرة. والمبحث الثاني تطرقنا في الأهمية الحضارية للمرجعية الدينية، وهي منذ ما طرح هذا الموضوع نظرية المرجعية الدينية بعد غيبة الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، المرجعية هي التي حفظت كياننا، هي التي أوصلت لنا هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه التعاليم الدينية وهذه الأسس التي نعبد الله سبحانه وتعالى. لأن القرآن الكريم والروايات الشريفة نعم كلها موجودة، ولكن من يفسرها لنا؟ لا النبي موجود ولا الأئمة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وفقد أئمتنا عليهم السلام وغيبة إمامنا طيلة هذه الفترة أكثر من 1000 عام، من الذي يقوم بهذا الدور؟ ونحن عندنا تجربة وأمامنا شهود في أيامنا وفي حياتنا وفي عصرنا، نعاصر أناسا من ملتنا ومن إخواننا وآباؤهم وأجدادهم كانوا مع أجدادنا تابعين لهذا الخلق ويعبدون الله بنفس الطريقة التي كان يعبدها أجدادنا، ولكن الآن لا يفهمون من التشيع إلا اسمه ومن الإسلام إلا رسمه، حتى يكاد لا يعرف معنى الشهادتين ولا يعرف الآذان ولا يعرف صلاة الصبح كم ركعة. ليه؟ لماذا؟ لابتعادهم عن المرجعية الدينية وابتعاد المرجعية الدينية عنهم. نحن لا نحمل طرفا المسؤولية، نحمل طرفا المسؤولية لأن الناس مكلفون واحدا واحدا، ونعاتب طرفا آخر وقد يكون لهم أعذارهم والأعذار
موجودة وقائمة بحد ذاتها. هناك مطلب آخر في نفس المبحث، طرق اختيار المرجع، ذكرنا فيها، لا أدخل بهذا التفصيل، آلية التنصيب والتغيير وآلية الثقة. لولا الثقة أقول هذه الجملة في هذا الموضوع فقط. هناك آلية الثقة لاختيار المرجعية الدينية. الثقة هي التي تبني الحياة. لولا أن تثقون بمؤسسة الأبرار لما حضرتم هنا. الثقة هي التي جلبتكم أن تجلسوا وتصرفوا من أعمالكم ساعة أو ساعتين، هي التي جلبتكم وجلبتكم وتركت ووضعتكم أن تتركوا منازلكم وأعمالكم وتأتون هنا. عامل الثقة مهم في حياة الإنسان، لولا الثقة لانهار الحياة كلها. وعامل الثقة عامل مهم في تنصيب المرجعية الدينية. وآلية مجلس الخبراء كما هو موجود في إيران الآن بصورة قانونية ورسمية، وآلية المجلس الفقهي وفيها حديث وآراء متعددة، وآلية مؤسسة المرجعية. وليس المقصود كما يقول الشهيد محمد باقر الصادق من مؤسسة المرجعية أن نعمل دائرة من المرجعية عليها مدير وهذا المدير إذا مات يأتي مدير آخر وهكذا، لا، إنما تنظيم المرجعية بشكل يبقى المرجع هو الذات، ولا يمكن تقليد المؤسسة كمؤسسة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان ذاتا، والأئمة بعده فردا فردا كانوا ذوات بأشخاصهم وعليه أوصياؤهم وخلفاؤهم واللي هم نعبر عنهم بالنائب العام عن الإمام المعصوم، ذوات علينا الالتزام بهذه الذوات مع تواجد الشروط المطلوبة لمرجعيتهم ولاتباعهم. أما المؤسسة هي تنظيم إدارة هذه الأمور لكي لا ترد الإشكالات التي قد ترد في الأذهان. في المبحث الثالث من الفصل بحثنا تطور الفكر السياسي للمرجعية الدينية، وهي كانت على مراحل، ومرحلة التقية ومرحلة المعارضة العلنية ومرحلة التصدي المباشر، وليس هذا معناه أنها كانت هذه المراحل بتسلسل، وقد تداخلت هذه المراحل في عدة من الأزمنة. قد يكون مرجعا من المراجع، مرجعية من المرجعيات اتخذت مرحلة التقية، ومرجعية أخرى أعلنت معارضة علنية للحاكم المستبد، ومرجعية ثالثة تصدى بصورة مباشرة وبصورة فعلية في عدة من الأزمنة. وهناك نظريات سياسية للسلطة وبحث شيق هذا وعلمي وبحث لا بأس بالاطلاع عليها، لأن هناك أساتذة كبار تطرقوا لهذا الموضوع وأنا استفدت من جهودهم، وقد يكون أضفت بعض النقاط لما طرحوا من نظريات في هذا الموضوع. وفي الباب الأول تطرقنا إلى طبيعة ونطاق الرقابة. أنتم كما تعلمون وأصحاب رأي وفكر ومطالعة، هناك عندنا مفهوم الرقابة وعندنا مفهوم المراقبة، وهناك فرق بين الاصطلاحين وبين المفهومين. الرقابة بالمعنى اللغوي هي الحفظ والحراسة وما الاهتمام بالشيء وما شابه وما شاكل ذلك على ما ذكره اللغويون في تعريف مفهوم الرقابة اللغوية. مجمل ما يحصل من التعريفات اللغوية للرقابة أنه إشراف عام لعمل معين من دون التزام. من دون التزام ما معنى؟ معنى أنه ليس كالشرطي إذا خالفت بالشارع أن أوقفت سيارتك على الشارع بخطين أصفرين تأتي العقوبة بورق برسالة مكتوبة إلى بيتك وتدفع غرامة معينة، إنما إرشاد للعمل عليك أن تلتزم به، إذا التزمت به فلحت، وإن لم تلتزم به أنت الخسران في الدنيا والآخرة. أما المراقبة لا، المراقبة
إشراف وإجراء معين للمخالف، كما في مراقبة الصحف قبل نشرها، عندما تراقب صحيفة المراقبين في الصحف قبل النشر يطالعون المادة، وإذا المادة فيها عبارات أو كلمات غير لائقة للنشر يحذفونها. الموظف في الدائرة عندما يراقب، هناك من هو أعلى منه وهناك مراقب يراقب أداءه، إذا لا يؤدي ما خول إليه أو ما طلب من أدائه، إذا لم يؤديها بصورة صحيحة، وهناك عقوبات إجرائية وتنفيذية بحقه. فالرقابة إرشاد عام، والمراقبة إشراف مع التزام وإجراءات تنفيذية، وقد يكون عقوبة معينة للمخالفة التي حصلت من المأمور بالعمل. ولذلك هذه المواضع كلها بعثناها ضمن عناوين متعددة، منها مفهوم الرقابة وأسس شرعيتها التي بسطنا القول فيها. الرقابة على أساس الحسبة، والتي تبتني على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرقابة على أساس الولاية، نحن نؤمن أن الولاية المطلقة هي لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا، وبعدها بالتبع ولاية الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعد ذلك على أساس والولاية الثالثة أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، هم أولياء لنا بصريح القرآن وبوصية الرسول صلى الله عليه وآله، وهم من حددوا النيابة العامة. انظروا إلى رواة حديثنا، فإني جعلته عليكم حاكما، وروايات متعددة في هذا المجال. وأما من كان من العلماء صائما لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوا. وهذه الولاية فيها وسعة وفيها ضيق، وحسب اجتهاد المجتهد ووصوله بوسعة ومساحة الولاية التي يؤمن بها. وهناك مبدأ أنقلها لكم، لا فقيه عندنا لا يؤمن بولاية الفقيه، كل فقهائنا يؤمنون بولاية الفقيه، إنما الحديث مدى وسعة هذه الولاية. هل ولاية تعيينية من الله، الله عين الفقهاء حكم علينا، أم ولاية مطلقة لهم ولاية من مجموع الأحاديث والنصوص الدينية التي وردتنا، علينا أن نقبل هؤلاء الفقهاء، أم هناك مجال ضيق في الأمور الحسبية في مراعاة القصر واليتامى والأوقاف إلى آخره. وهذا مجال في محله. وبالنسبة لإلزامية الرقابة وآثارها، تطرقنا إلى الإلزامية والآثار كل في مطلب محدد، وبحث مطول أخذ من عندنا قرابة 40 إلى 50 صفحة في رقابة المرجعية للنظام الحوزوي، وهذا مجال واسع. والشيء المهم الذي يهم أن أذكره، رقابة المرجعية الدينية للوكلاء والمعتمدين، اللي المرجعية لها نظام خاص. قد نتخيل أو يتراءى لنا أن المرجعية لا تهتم بهذا الموضوع، نعم المرجعية تهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا بموضوعين. موضوع أن أترك القضايا الدراسية العلمية، المناهج والمدارس وما شابه، وإدارة الطلاب العلوم الدينية ورواتبهم ومعيشتهم، كل هذا أتركها لها مذكورة في البحر، إنما هذين الموضوعين. انحراف طلاب العلوم الدينية، بعض طلاب العلوم الدينية، والانحراف بعض الوكلاء. في زمن السيد محسن الحكيم أستاذي الجليل آية الله الدكتور سيد فاضل بلال، ذكر لي موضعا، أنا أتحذر أن أذكر اسم أحد وكلاء المرحوم السيد محسن الحكيم، قد انحرف عن المرجعية وظهرت منه بعض المخالفات. السيد محسن الحكيم أرسل ولده الشهيد مهدي الحكيم
إلى المنطقة الذي هو فيها وكيل عالم الدين، وجمع رؤساء العشائر وأهل المنطقة وخطب فيهم خطبة وأنقل لهم رأي المرجع السيد محسن الحكيم أن هذا كان وكيلنا وقد عزله المرجع وليس وكيل المرجع بعد اليوم، انتهى. هذا رقابة فعلية، وأنا بدوري أعرف أناس كانت لهم وكالات من المرجعيات الدينية وظهرت منهم بعض ما يؤسف عليه وجاءت بحقهم ردود فعل قوية من المرجع وعزلوا من الوكالة. وظهور بعض الشواذ ممن يدعون المرجعية وممن يدعون بعض الطرق وبعض المذاهب التي يخترعونها السيد السيستاني بهذا المجال له بيان، وهذا البيان أنا ذاكرها بنصه يندد بهذه الأفعال التي يعتبرها خارج إطار المرجعية تأليف المرجعية الدينية، وهذه الأعمال وهذه الادعاءات. واحد يدعي وصي الإمام المهدي، واحد يدعي قد زوج أخته للإمام المهدي، واحد يدعي صاحب الإمام المهدي، واحد يدعي رسول الإمام المهدي، كما عندنا صديق من أصدقائنا المؤمنين الآن يدعي أنه رسول الإمام المهدي وباب الإمام المهدي وما أشبه ذلك، وقد يصل الأمر به إلى أن يدعي شيئا ما. أنقل لكم في آخر الحديث نكتة يطلب روحها الذكر في هذه الرحمة في هذه الليلة. عندنا صديق الخطيب السيد عبد الرحيم الشوكي البصري يقول أنا عمري 15-16 سنة، أهلي من البصرة نزلوني للحوزة العلمية أدرس، فرحت رأسا لبسوني عمامة وأنا لحية ما عندي كل شيء، بقي 6 أشهر صارت العطلة الصيفية ورجعت للبصرة حتى أقضي العطلة وأرجع أداوم. أول يوم وصلت يقول أبويا مفتخر أنا وعمامتي وعبايتي وسايتي، أخذني للمجد وياه، جماعة شافوني معمم قاموا يبوسون إيدي إلى آخره، قدموني إلا أصلي بنا صلاة المغرب والعشاء، فصليت بهم بعد العشاء يلا سيدنا ألقي بنا محاضرة اقرأ لنا. على كل حال يقول صعدت إلى المنبر، ارتقيت المنبر، قلت بسم الله الرحمن الرحيم والوليد إلى آخره، إلى أن أثناء الحديث جاء اسم معاوية بن أبي سفيان إلى لساني. يقول أنا وأنا على المنبر قمت أفكر بلحظات سريعة إلكترونية، هل هذا الإنسان كان جيد لو سيء؟ أقول عليه رضي الله عنه لو سلام الله عليه لو صلى الله عليه وآله لو ألعنا، يعني هو تحدث لهذا الرجل الله يرحمه. فقل لا والله أنا هواي سامع اسمه، هذا كان جيد جدا. فقلت له معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قل له شوف بعض الشيء بدأ فزوا. يقول والله أنا قصرت بحق الرجل، يقول ذكرت معاوية بن أبي سفيان عليه الصلاة والسلام، يقول والله الآذان قامت تتحرك، قلت الله هم قصرت أم ذكرت معاوية بن أبي سفيان صلى الله عليه وآله وسلم. والله فالسيد شايب قام من مكان إجا لزمني من يخايا، قال ابني انزل روح تعلم وتعلم بخليك راح تقول جل جلاله. فبعضهم بهذه المرتبة واصل. أنا لا يوجد مجال أن أقرأ بيان السيد السيستاني حفظه الله وأمد الله في عمره بتنديده لهذه الظاهرة، وأنا أكاد أقتنع تاما أن هناك جهات ودوائر خاصة نفذوا هؤلاء في الحوزات العلمية وألبسوهم هذا اللباس التاريخي العادي الموسوم لرجال الدين، لأن هذا اللباس هي قطعة قماش لا قداسة فيه مطلقا، سواء لبس اللباس أو لم تلبس. زرت السيد السيستاني فقلت له سيدنا أنا ما ألبس العمامة وأتيتك بها، قال ابني إن الله لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور. ولذلك
بعد ذكر هذه القضايا وجدنا أن من الضروري البحث في القضايا المادية ورقابة المرجعية لها، فتطرقت إلى موضوع الوقف لما رأيت من حساسية هذا الموضوع ودوره في حياة الأمة وتأكيد الإسلام لموضوع الوقف. وبعد التدقيق والتفكير الجلي في رأيت من المفيد أن نقارن الوقف في الإسلام مع المؤسسات الخيرية التي نراها في الغرب، فدرست المؤسسات الخيرية في الغرب من خلال النظام البريطاني والأمريكي والفرنسي، كيف كانت تاريخيا وكيف تطورت وكيف تقننت وكيف تقف الدولة مع هذه المؤسسات تساندها وتراقبها في آن واحد. أما الوقف، يذكر المؤرخون في التاريخ المسلمون كانت لهم أوقاف والوقف كان لها دور بارز وحساس في حياة الفرد المسلم، حتى يذكرون أن كانت هناك في كل محلة وعلى كل شريعة، الشريعة مو معنى الشريعة الدينية، لا، الشريعة المحل الذي يأخذ الناس منه الماء لبيوتهم، مو مثل الآن بواري وحنفيات احنا قاعدين، لا، ناس كانت تجلب المياه، أمهاتنا كانت تجلب المياه لبيوتنا سابقا، ما هناك السبيل والشريعة، هناك قوارير فخارية موقوفة، هذا خير هذا، قوارير فخارية موقوفة، الجارية عندما تجلب الماء وقعت منها القارورة فانكسرت حتى لا يعاقبها سيدها، تذهب إلى الوقفية وتأخذ قارورة وتجلبها إلى سيدها ومولاها. هذا تأثير الوقف في حياة الفرد المسلم. ولكن أنا ذكرت قوانين من القوانين الدولة السورية، قوانين الدولة العراقية، قوانين الدولة المصرية، قوانين الدولة الوطنية العصرية التي هدمت بيوتنا، هدمت كيان الوقف وأخرجت الوقف من حياة الفرد المسلم ومن حياة مجتمعنا، لتخوف هذه الأنظمة أن لا يكون للوقف دور في حياة المسلم، لكي لا يأخذ المسلم والإسلام دوره في الحياة. وبعد ذلك تطرقنا إلى موضوع الوقف في الإسلام ورقابة المرجعية، وذكرت العتبات المقدسة وأوقافها. انظر إلى هذا الإجحاف في تاريخنا. قوانين الأمم المتحدة في الآثار تذكر أن كل بناية إذا مرت عليه 100 عام يعتبر إرثا تاريخيا أو أثرا تاريخيا في حياة تلك الأمة، لا يجوز هدمها، ويجب على الحكومة رعاية هذه الآثار والاهتمام بها وعدم هدمها وعدم تعريضها إلى الزوال. العتبات المقدسة أكثر من 1000 عام مبنية في بلادنا، ليس لها قابو وليس لها سند وغير مسجل في الآثار وغير مذكور في دوائر الدولة، إنما هي بنايات مثل خيام بالصحراء قائمة اليوم موجودة وغدا غير موجودة. حتى هذه العتبات كانت بهذه الصورة، لحد يومنا هذا لم تسجل هذه العتبات. فأنا درست هذا الموضوع ووصلت إلى نتيجة أن بعد سقوط النظام بعد سقوط النظام في بغداد أصدروا دائرة الملكية والسندات الملكية، أصدرت سندات ملكية لهذه العتبات، ووضعت سند العتبة الحسينية كمثال عن لأنه لا يستدعي أن نضع كل السندات، فسند العتبة الحسينية وضعته كملحق شاهد في آخر الكتاب، وذكرت ما يطرحه بعض الكتاب في المواقع الإلكترونية وفي الإعلام عن بعض الأمور قد يعتبرونها تجاوز على الحقوق الشرعية من قبل وكلاء المرجعية الدينية، فاستدعي الأمر بحث هذا الموضوع، مصادر الحقوق الشرعية ومصارف الحقوق الشرعية. والنتيجة التي
وصلت إليها أن بالمقارنة مع المؤسسات الخيرية القائمة، أن هناك أموال عامة في هذه المؤسسات، وكما تعلمون مؤسسة أبرار مؤسسة عامة خيرية عامة، الأموال الموجودة فيها مال عام. هذا الميكروفون التي هي أمامي هي مال عام، ليس ملكا شخصيا لسعيد الشهابي الدكتور العزيز، إنما الدكتور سعيد الشهابي كمدير لهذه المؤسسة يرعى هذا الجهاز لأجل الصالح العام، لمنفعة العامة، كذلك المؤسسات الخيرية الأخرى. راجعت إلى المصادر التي تذكر مصارف الأموال العامة في المؤسسات الخيرية في بريطانيا، إلى دائرة الرقابة العامة، الرقابة المالية للمؤسسات الخيرية في بريطانيا. هذه الدائرة تذكر بكتاب رسمي أنه عندنا أقل شيء 20% في الأموال العامة التي ترد في المؤسسات الخيرية. والأموال الموجودة طبعاً بالمليارات، إذا تأخذ مؤسسة أوكسفام مثلاً، أنا ذاكر ما يرد إليها وما تصرفها والخسائر الموجودة فيها من مواقعها الإلكترونية الرسمية، ولا يمكن الجدال فيها. أقل شيء 20% وقد تتجاوز إلى مديات أكثر. حسب علمي، لأن أنا قضيت قرابة 35 سنة من عمري في الحوزة العلمية، جزء كبير منها حدود 17 سنة، وقسم آخر بارتباط مباشر مع الحوزات ومع المرجعيات الدينية. وأولاً العلم الحضوري، ما نسميه ما يسمى العلم الحضوري، وثانيا الشهادات، شهادات الثقة، وثالثا استنطاق وكيل المرجعية أمين عام العتبة الحسينية الشيخ عبد الهادي الكربلائي وعبد المهدي الكربلائي، وبكتاب رسمي بعثه لي عن المصارف وعن الحقوق وعن الأموال العامة التي تدخل العتبة الحسينية. مثلا يذكر نعم في كل شهر نحن ننظف مدخل الإمام ونخرج الأموال الطائلة، قد تخرج لنا 20 كلية، ولكن ال 20 كلية تجد 18 كلية كلها أقمشة نظورات يدفعوها، والباقي كليتين أموال، وعندنا 4000 موظف. وكما تعلمون الآن أقل راتب في العراق 500 دولار شهريا، هذا أقل شيء، وهناك تكون تكنيسيان أو واحد كفو واختصاصي يصل راتبه إلى 5000 دولار داخلي. فمع هاي لو تأخذ معدل الراتب قل 1000 دولار، عندك 4000، يعني 4 مليون دولار أنت بحاجة لدفع رواتب الموظفين. هل بالشهر يدخل إلى العتبة 4 مليون دولار؟ أمين عام العتبة ينكر ذلك، يقول نحن مدعومين من قبل الوقف الشيعي، و الأموال التي تدخل إلى العتبة كأموال عامة، والحقوق الشرعية التي تصلنا من الزكوات والصدقات والأخماس كلها نجمعها لا يكفي خمس أو عشر مصارفنا، إنما دعم الوقف الحكومي لنا هي التي تروج أعمالنا وتسدد خطانا وتجعلنا أن ندين أعمالنا ونوسع مؤسساتنا. هذه المواضيع نسمع من الألسن أمورا كثيرة حول هذا وذاك، هذا الوكيل وذاك المعمم، ولكن عندما تحقق في حقيقة الموضوع وفي واقع الأمر ترى البون الشاسع والفرق الكبير وما بين السماء والأرض، بين ما سمعت وبين ما قرأت وبين ما هو الواقع. قيل لعلي بن أبي طالب: روحي لتراب قبره الفداء، ما الفرق بين الحق والباطل؟ فوضع أصابعه قال: مسافة 4 أصابع، ما رأيته هو الحق وما سمعته فهو الباطل. وأنا أقول أن تحقق فيه، لأن المناطق عرفوا الخبر، الخبر تعريفه ما يتصف بالصدق والكذب
بدرجة واحدة، 50% ما تسمعه صحيح و 50% كذب، فعليك ليس عليك إلا التحقيق حول الموضوع لتصل إلى حقيقة الأمر. أنا أشكر حسن استماعكم، وطبعا في الباب الثالث ما دخلت بهذا المجال، رقابة المجال في المجال الفكري والسياسي والاجتماعي والإداري، ورقابة المرجعية لأوضاع المغتربين، وقد أجرينا استبيان، وبعض الإخوة اللي أراهم كانوا قد اشتركوا في هذا الاستبيان، ووضعنا نتائج الاستبيان بصورة أمينة والحمد لله في هذا البحث، ورقابة المرجعية للثقافة العامة في المجتمع، ورقابة المرجعية لأوضاع المرأة وحقوق المرأة، وقد أدرجت فيه شرحا وأسهبت فيه قولا، ورقابة المرجعية للسيادة الوطنية في نطاق الدستور والوضع السياسي والأمني ودور المجتمع في حفظ الأمن، ورقابة المرجعية لكل هذه المراحل المختلفة. أختم كلامي هذا بذكر منكبة من مناكب المرجعية خلال السنين العشر الماضية، عندما أريد لقانون الفيدرالية أن يصوت عليها مجلس الأمن برسالة لم تتجاوز 5 أسطر من السيد آية الله السيد علي السيستاني إلى مجلس الأمن، أن هذا القانون لو مرر من خلال مجلس الأمن سيكون له عواقب وخيمة. وقفت أمريكا والدول التي معها ومجلس الأمن وأعضائها وأعضائه خاشعين لهذه الورقة التي لا تحمل التوقيع الشخصي لمرجعنا المفردة السيد علي السيستاني، إنما ختم لمكتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر إليك لربع ساعة. طيب، بعد هذه الجولة السريعة في موضوعات كتاب الرقابة العامة المرجعية، وهو موضوع أكيد حساس وأثارت لديكم لا شك أسئلة وتساؤلات كثيرة، نفتح المجال الآن